بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السفير الألماني يقول هناك إمكانية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية قبل نهاية السنة الجارية أو بداية العام المقبل، ربما في إشارة إلى احتمال تأخيرها، لكن مش هذه النقطة. يقول إن التقنية متوفرة، وحقيقة الأمر بالنسبة للانتخابات لا علاقة له بالصناديق والتقنية والأعداد والدوائر، هذه قضية إجرائيات إدارية ربكم ردي حتى تكون جاهزة. الموضوع لا علاقة بقضايا أخرى أعمق وأكثر حساسية يدركها المواطن، القوانين الانتخابات الرئاسية، الدستور، القوانين الدستورية وما إليه، الأمن، البيئة، الانتخابات. ألمانيا وأغلب الدول تقول لما تخش على مواقعها شو يقولوا؟ ليبيا يحظر السفر، خطر، الاختطاف، انظر شنو هو، الجرائم غير آمنة، نحن من لسنا مسؤولين كان تمشي ليبيا لمواطنيهم، تمام؟ ترافل أدفايزر، تمام؟ إرشادات للمسافرين أو نصائح للمسافرين. وفي نفس الوقت نفس الدول هذه شخصيات مثل السفراء والوزراء ورؤساء الدول، انتخابات، نريد انتخابات. هي دول مستقرة كيف أمريكا، كيف تركيا، كيف الضمان، كذا، ويصير فيها أخذ وعطاء وإشكاليات ومشاكل أحيانا على مستوى الدولة في الانتخابات. حقيقة خطاب تناقض، خطاب متناقض جدا جدا، لابد من بيئة آمنة وبيئة فيها مصداقية، يعني فيها مصداقية، وإلا سنشك أن هناك صفقة أو تسوية أو ما إليه. ماذا تعني أن هناك صفقة أو تسوية؟ شنو يا أخ فتحي، وكان درنا صفقة وتسوية 100%، المهم استقرينا. الصفقات والتسويات التي لا تبنى على أسس صلبة، يعني تأخذها 6 شهور سنة وتتطربق الأمور مرة ثانية. هكذا يحدثنا التاريخ وتحدثنا الأحداث وتحدثنا الوقائع. يعني في أكثر من دولة يصلوا تسويات وسلموا على بعضهم ومش عارف منظر شنو وخلاص وتستقر البلد شوية، ثم لأن لم تكن مؤسسة على أسس قوية تنفجر الأوضاع من جديد، وتدخل الدول بما فيها ليبيا في نفق آخر من الصراعات ومن اللا استقرار. فالتروي وبيئة انتخابات آمنة، تمام، وقوانين واضحة جدا جدا، ما هيش تسوية وإلا لي عشان شخص ولا أشخاص ولا كذا، ستستمر بإذن الله، وتدخل ليبيا إلى حالة الاستقرار بإذن الله إلى الأجيال القادمة إذا قدر الله سبحانه وتعالى. المستوطنون اليهود يقتحمون بالأمس واليوم المسجد الأقصى ويقوموا فيه الصلاة، تقريبا تعبدوا في هيكل ما هيكل منظر شنو هو. مصطلح المستوطنين ظاهي مصطلح لطيف كما ذكرنا أكثر من مرة، هم يعني غزاة محتلين، لكن المستوطنين دلالة على أن هناك مدنيين عندهم أراء يتصارعوا مع مدنيين فلسطينيين، والدولة لا علاقة لها بهذا الأمر، هذا غير صحيح. هم غزاة، هم محتلين ثلاثة محميين بالقوات الإسرائيلية، بالقوات الصهيونية، واضح أن نرى فيهم. فإن الدولة ستتنصر من هذه الاقتحامات غير صحيح. دائما نتنياهو يقول نحذر من الاقتحامات، طيب حول قواتك اللي يحرسوا في ما تسميهم أنت مستوطنين، مرة أخرى هم غزاة ومحتلين، والغزو والاحتلال كما ذكرنا أكثر من مرة أعلى مستويات وطبقات الإرهاب. اليوم البي بي سي نشرت مقال يقول إن اكتشاف نسبة ضارة قد تؤدي للسرطان في السجائر الإلكترونية، فالتحذير للأولاد في المدارس وفي المجتمع وعبر المساجد. المسجد مؤسسة توعوية، لابد أن تستخدم في توعية الناس وتوعية المجتمع في جميع الجوانب، في جميع الجوانب. لابد وظف المسجد في التوعية وفي خلق الإنسان، والإنسان العامل المجد الذي يحب العمل وينتج العمل، والمخلص الذي يبتعد عن الفساد المالي والإداري. فرصتنا هذه المساجد، فوظفوها بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني بعض المساجد حقيقة عايشة في عطارد ولا في زحل، حدث في بعض الدول لما المساجد عاشت في أجواء أخرى بعيدة عن قضايا المجتمع، شو صار الناس بدأت تدير في مساجدها الخاصة، لأن السلطة مش تسمع، لا
الخطبة تكون هيك الخطبة. فالناس بدأوا يديروا في مساجدهم الخاصة ويخطبوا فيه ما شاءوا، حتى يربطوا الإسلام بالمجتمع، بقضايا المجتمع، قضايا الشباب، قضايا الأسر، بناء الإنسان. وتعرف قيم الإسلام، آلاف القيم الرائعة الرائعة الحضارية لم نسمع عنها في بعض المساجد، نريد أن نسمع عنها. نريد أولادنا لما يمشوا المسجد يسمعوا عنها، نريد أحفادنا، نريد الأجيال الجديدة تسمع، نريد الشبان اللي مقام يحضر في خطبة جمعة يمتص وتغرس فيه قيمة معينة يورثها لأبنائه ولأحفاده ولا كذا. هذا هو دور المسجد. في مساجد طب للحكام، ومساجد الطب لأن موظفين يأخذوا فلوس، استغفر الله ربنا، الحمد لله ربنا إن شاء الله من لا يبتلينا بهذا النوع، تمام. لكن في مساجد له قيمة، لها يدور حول الإسلام وقيم الإسلام، تمام، ويؤدي في دور المسجد. لانا الANA اللي هي ليبيان نيوز ايجنسي، تمام، هذا مقالات قديمة، تمام، لم نتحصل على فرصة الحلقة القادمة لمشاركة المشاهدين الكرام بها. Bathley stresses the need for all Libyans to equitably benefit from the country resources، تمام. Bathley يشدد على ضرورة استفادة جميع الليبيين من شنو؟ بشكل منصف من موارد البلاد. هذه معركة مصطنعة، ما عندناش انقسامات، لم نقم ثوار 2011 بارك الله فيهم، وما تبعهم من ثوار بعدين وبركان الغضب ومش عارفه. هؤلاء لما أسقطوا النظام السابق لم يسقطوا علشان كنا نتعاركوا على فلوس ولا انقسامات، لكننا قسمنا على قيمة الإنسان، اضطهاد الإنسان، سجن الإنسان، تعذيب الإنسان، وما إلي يعرف المواطن الكريم لماذا النظام السابق كان يجب أن يسقط. هو أسقط نفسه بنفسه بممارساته. حتى في كلمة، معلش يعذرني الثوار الكرام، ثوار فبراير، وأنا من يعني من مدعمي ثورة فبراير، مسميها المجيدة ومستمر ولن نتنازل على هذا الأمر. دعني أقول هذه الجملة المتطرفة: معمر القذافي هو اللي دار ثورة 17 فبراير بممارساته، بممارساته، وهذا شيء طبيعي، نواميس سنن قوانين واقعية. إذا بثيلي يعني حتى مش عارف مخششة في تقسيم الثروة، شو اسمها هذا يسامح شكري، تقسيم الثروة، مش عارف تقسيم الثروة، ما انت عاركوش ثروة ليبيا اللي هم 6 ملايين تكفي نصف العالم. الحمد لله لم نتخاصم ولم نتقاتل على هذا الأمر. نيو أرست اليو إن، موقع اليو إن اليونايتد نيشن الأمم المتحدة، نيو أرست وارنتس سيك جستس فور فيكتيمز إن ليبيا، إصدار 4 أوامر اعتقال. لم أرى أسماء من هم الأربعة هذوم، هذه رقم واحد، تمام، ولكن يعني ليش ما شفناش الأسماء، أو ربما أنا تقصير، ليش أسماء من هم الأربعة اللي أضيفوا لمحكمة الجنائية الدولية، رقم واحد، رقم اثنين، هل هذا فعلا سيؤدي إلى استقرار ليبيا؟ يعني كما ذكرنا دائما بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجمعية العمومية على قضايا، قضايا لا علاقة لها باستقرار ليبيا. لو تمسكوا بهدف واحد استقرار ليبيا، رانا في 2015 ولا 14 ولا 16 ليبيا ردي استقرت 100%، لكن شتتوا جهودهم، شتتوا جهودهم بكل غباء حقيقة، والله بكل غباء شددوا جهودهم في 1000 قضية، الهجرة غير الشرعية، الإرهاب كما ذكرنا، جماعة الإسلامية، مش عارف تقسيم الثروة، مش عارف يعني أشياء استغرب. على فكرة قبل أن أنسى، الحكومة الحالية، الحكومة الحالية من جابها؟ الأمم المتحدة، أو عبر جهود الـ75 والأمم المتحدة وستيفن ويليامز، تمام، ونحن تحت البند السابع. كيف مجلس الأمن يصدر قرار بحكومة أخرى، سواء فتحي بشاغة أو صالح ومسعود، مش مهم، ليس هذا الموضوع. الموضوع ليش تصدر قرار مجلس الأمن، ما هو رد فعله تجاه يعني برلمان طبرق ما هوش تحت البند السابع مثلا؟ هذا السؤال فعلا محيرني دائما. طالما نحن تحت البند السابع والبعثة، هل يكفي نحن غير معترفين بها؟ لا يكفي، لابد من عمل منع هذه القضايا. عندنا حكومة وخلاص واحدة إلى الانتخابات، لماذا جي في حكومة أخرى؟ بأي قوة، بأي سلطة أنت تحت البند السابع؟ الأمم المتحدة جابت لك حكومة ولا لا؟ أنا ضد أن أكون تحت البند السابع، لكن هذا الواقع. فهل مجلس الأمن ليس تحت البند سوري، هل البرلمان اللي في طبرق ليس تحت البند السابع؟ وما هو الخطوات اللي اتخذها مجلس الأمن والأمم المتحدة والبعثة تجاه البرلمان؟ المفروض تقول له لا، ممنوع، ما تقدرش تدير هذا، ولو حطوهم في يديروا لهم أي حاجة. يعني معقولة تكتفوا؟ والله نحن لا نعترف بهذه الحكومة لكنها موجودة
وخلت العالم يقول حكومتان مقسمتان مش عارف ايش. ليبيا هيرالد يقول ليبيان تونيسيان فورم. هذا المقال ذكرته الحلقة السابقة، لكن لما أذكر نقاط مهمة جدا. ليبيان تونيسيان فورم فور ذا ريكونستراكشن اوف بنغازي من 3 إلى 6 جون الشهر هذا، يعني منتدى ليبي تونسي لإعادة إعمار بنغازي في الفترة من 3 إلى 6 جون. هذبا الشباب وحدينا رجال أعمال توانسة كما ذكرنا الحلقة السابقة من شغل بنغازي، وربما ذكرت كلمة ربما يذهبوا إلى جنوب باهي وطرابلس. يعني مع أن كما ذكرنا الأستاذ عبد الحميد دايلر حكومة العمل في تونس معاملة جيدة جدا. ليس هذه القضية على فكرة. المنتدى من تنظيم من؟ هذا اللي صدمني حقيقة. المنتدى من تنظيم المجلس الأعلى لرجال الأعمال الليبيين التونسيين. من أعرفش لم أسمع على هذا المجلس، لنفترض موجود وقانوني وما إليه. 2 غرفة تجارة بنغازي، هذا اللي نظمه المنتدى اللي حنظموه يوم 3-6. هنا المفاجأة. 3 مؤسسة خليفة حفتر للاستثمار العسكري، حفترس ميلتري انفستمنت اوثوريتي MIA، كيف ليبيان اوثوريتي، كيف بتاع ليبيا للاستثمار وما اليه. هذه مصر حولت التجاره، تحول القوات المسلحه الى تاجر الى بزنس مان. وهذا نفس الشيء جاي لليبيا اذا لا قدر الله سبحانه وتعالى تسلط احد المتسلطين ولا لا عليه، حتى تحول الاقتصاد في يد القوات المسلحه. وشوفوا شو صار، لأن مش عملهم الاقتصاد والتجارة والاستثمار، مش عمل قوات مسلحة، عمل عقول اقتصادية تنجح الوطن. ووصل الدولار في مصر إلى كم، واستثماراتهم في الجمرك للجيش ومش عارف. تحدثنا عن هذا المقال. كذلك على فكرة صراع برهان وحبيبتي والأسماء، نفوذ وأموال وشركات وذهب وما إليه. إذن أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ بلادنا. فعلا نحتاج انتخابات، نحتاج إلى رئيس جديد، نحتاج إلى مجلس كذا، لكن بطريقة ليست تصوية أو صفقة مسبقة، حتى لا نتحول إلى ما تحولت إليه دول كثيرة منها مصر. أشرنا لتصريح وزير الداخلية الفرنسي المرة السابقة بقوله ذكرنا أمريكا بأن خصمنا أو عدونا الذي يجب أن نحاربه هو الإسلام السني، تمام؟ طبعا يقول لك السني بعد لا قدر الله يحلم، طبعا هم من 1500 سنة والإسلام معرض لحروب لا أول لها ولا آخر، عسكرية قتالية إعلامية دعوية، فرق قديانية ما قديانية إسماعيلية انظر شنو الحشاشة مش عارف إيش، الفرق الضالة مش الفرق اللي بعض أخوتنا يحسبوها الضالة هذا، تمام؟ سنعرج عليها ربما يوما ما إذا جاءت في إحدى المقالات. طبعا ما يقولكش هذم كلهم إذا يحلموا أن يقضوا على الإسلام السني وبعدين حتى الشيعة كذا وبعدين حتى عند كلمة السلام عليكم تعتقل وتعتبر إرهابي. هذه فرنسا، وزير الداخلية الفرنسي ولي أمر في فرنسا قال هذا الكلام. هذا يبتشل في طقفوف طبعا، تمام. USIB يمكن ليبيا أن تتجاوز، أشار التقرير تقرير المتحدة بالحقائق الأفراد المتضربين جماعة. أوكي، في قضية مهمة جدا في مقال طويل عريض، United States Institute of Peace، تمام، معهد السلام الأمريكي مش عارف إيش، نشر مقال ذكرنا عرجنا عليه قليلا. ليبيا can move past its political deadlock but it will take work to maintain a deal. يمكن لليبيا أن تتجاوز مأزقها السياسي، لكن الأمر سيستغرق بعض العمل للوصول لصفقة. طويل عريض جبت منه 3 نقاط. أشار التقرير، هذا التقرير أو إلى تقرير الأمم المتحدة لبعض لتقصي الحقائق اللي جاء فيه الآتي، التقرير رقم AHRC Research 4339، هذا رقم التقرير موجود، يعني واحد يخش لو يطبع هذا يطلع للتقرير بالعربي يطلع بالإنجليزي الزوج بلغات كثيرة. لكن يقول اتهم التقرير هذا الأفراد المرتبطين بجماعات رقم 1 قوة الردع ومقرها مطار معتيقة. طبعا قوة الردع تقدر ترد، هذا جاء في تقرير رسمي على فكرة، تمام. 2 جهاز الأمن الداخلي ومقره طرابلس اللي داروا اتهامهم بانتهاكات حقوق الإنسان، قوة الردع ومقرها مطار طرابلس معتيقة، جهاز الأمن الداخلي ومقره طرابلس. 3 ما يسمى بالقوات المسلحة الليبية، تمام. إذن الآن هذه هي المقالات السابقة التي لم نتحصل على فرصة لمشاركة المشاهد الكريم بها. ليبيا هيرالد نشرت مقال يقول US Embassy in Tripoli announces easing of visa protocol 1 year. طبعا انواع الفيزا كثيره، في حاجه اسمها ملتيبل متعدده، تاشيره متعدده، وفي تاشيره مره واحده تخش بها خلاص تسقط.
وفي تأشيرة تمشي تسافر بيها تمام، وتطلع من البلاد من أمريكا وتقدر ترجع تاني بدون ما تأخذ تأشيرة مرة تانية من السفارة، اسمها ملطبة المتعددة تمام. وطولها سنة تمام، كانت 3 شهور تأشيرة الأمريكية، 3 شهور فقط ومرة واحدة. تو الآن خلوها سنة ومتعددة، لكن لمن؟ لعدة ناس. يعني حقيقة هذا أمر يعني يدعو إلى أن موضوع الليبيين فكنا منهم، وقد يكونوا إرهابيين، وقد بدأ الحمد لله يخرج. لو أمريكا فعلا بدأت تفتح في هذه التأشيرات وبدأ الليبيين يمشوا ويجوا، يعني أغلب الدول ستحذو حذوها إن شاء الله. تعلن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في طرابلس عن تسهيل بروتوكول أو إجراءات التأشيرات الدخول المتعددة لمدة عام، ولمدة عام واحد محل بدلا من التأشيرات الدخول الواحد لمدة 3 أشهر تمام. أعلن سفارة الولايات المتحدة في طرابلس عن تغيرات في بروتوكول أو خطوات أو إجراءات التأشيرات الليبيين. تواصل حكومة الولايات المتحدة وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا العمل معا لتسهيل السفر المشروع الذي يعزز العلاقات بين البلدين. لذلك يسعدنا أن نعلن عن تغيير في معايير المعاملة بالمثل في تأشيرات معينة لليبيا وأمريكية. سيحصل مواطنون الليبيون بحسب المقال أو التصريح، سيحصل المواطنون الليبيون والأمريكيون الذين يستعينون بمعايير التأشيرات التجارية أو السياحية العادية تأشيرة دخول متعددة لمدة عام. مرة تانية تأخذ تأشيرة اليوم تخش تسافر بها وتروح، بعد 7 شهور بتسافر تاني، طالما ما وصلتش لسنة تقدر تسافر بدون ما تذهب وتأخذ تأشيرة تانية. تأشيرة دخول متعددة لمدة عام، التأشيرة الحالية كما ذكرنا لمدة 3 أشهر مع دخول واحد تخش بها وتطلع. سيحصل الآن من اللي يتحصل على التأشيرات هذه؟ الطلاب المؤهلون للحصول على تأشيرة تمام من كل البلدين تمام، وأيضا الدبلوماسيين ورجال الأعمال تمام. ستساعد هذه التغيرات الكبيرة طبعا في مجال التأشيرات على تسهيل السفر المشروع للأغراض الدبلوماسية التعليمية الثقافية والتجارية. كما ذكرتم لو فتحت أمريكا هذا الأمر وبدأ الليبيين يمشوا ويجوا ويأخذوا في تأشيرات متعددة أو غير متعددة، يعني أغلب الدول ستحدث هذا وتنفرج بإذن الله للكثير من التجار والطلاب والناس اللي عندهم رغبة في حصول فرص في الولايات المتحدة الأمريكية. أليتيا نشرت مقال يقول بوب appoints new representative to Libya, a country near top of his worry list. هذه أليتيا أوكي. البابا يعين مندوبا جديدا في ليبيا البلد القريب من قمة مخاوفه، يعني البابا من قمة مخاوفه حول ليبيا حسب العنوان. أعلن المكتب الإعلامي للفاتيكان أن البابا فرانسيس عين الأساقفة وهو أسمى طويل عريض سافيو درمان هون ثاني سافرا إلى ليبيا في 18 مايو تمام، وهو دبلوماسي. هنا اللقطة اللي بصراحة جذبني المقال، أن هذا الرجل دبلوماسي صيني بصرف النظر عن كونه صيني شيء مسيحي، يعني ممثل للفاتيكان تمام. بلغ من العمر 73 عاما، كان سفيرا لدى مالطا، يعني رجل سياسي وديني في نفس الوقت. ونحن الأخوة غلاة الليبراليين العرب ننتظر في مقال ناري ضد هذا، كيف الدين وكيف الكذا. أنتوا تعرفوا طبعا قضية فصل الكنيسة أو فصل الدين عن السياسة، ولا المعركة الوهمية اللي خلقوها لنا تمام. في العصور الوسطى، الكنيسة مارست جنون، أقرب من الجنون، بكر يعني تصور الواحد يموت ولا لا، عنده ذنوب وكذا، جي يعترف للبابا ويدفع فلوس يكتب له صك غفران، تم دفع المبالغ ويسمح له بأنه تم غفران له، طف ويختم له شورة والله يدير له الختم الأحمر إن هذا خلاص مغفور له. أيضا يشرف القطع في الجنة، خريطة طويلة عريضة، يجي المواطنين المساكين للكنيسة ماشي الحال ويقول نبي القطعة هذه، قطعة هذه بقديش هذه بقديش، ويدفع فلوس ويدروا له خريطة هذه ملكك تمام، شهادة عقارية في قطعة في الجنة. ولما يموت يدفنوه معاه، يدفن معاه صك الغفران
إنما خلاص ويدفنوا معاه شنو هم ثاني الخريطة، لأن لما ينوض تأخذ الملائكة الخريطة، تعال هذاك مكان قطعتك جل. ما مارسته الكنيسة فوق الهبان، وبالتالي فصلوها لأن أخرت العالم، وبدأت تعود من جديد بعدها بسنوات، لكن لها دور هني. أخذت مكانتها الآن كقوة سياسية وكتشترك في الانتخابات وكذا، لكن ليست هي الاتقال. الإسلام بريء من كل هذا، يعني نغمة فصل الدين عن السياسة لا علاقة لها بالإسلام على الإطلاق. طبعا في تفصيل كثير جدا ليس وقته. تمام، شنو الراجل هذا كان اللي حطوه مندوب للفاتيكان في ليبيا ماشي الحال؟ يقول كان يندد منذ سنوات بمعاملة المهاجر الليبيين ومأساة البحر الأبيض المتوسط الذي أصبح مقبرة، سماه مقبرة هذا الرجل الصيني اللي حطوه، سمى البحر الأبيض المتوسط مقبرة مقبرة. تمام، وشوفوا في كلمة أخرى قالها تقريبا، والمراكز الاحتجاز اعتقال اعتقال ومعاملة شرسة. قد يكون بالله عليكم هذه نظرة رجل بهذه المكانة، سفير في مالطا ممثل الفاتيكان وعلى يعني مكانة الفاتيكان في العالم والبوب وما إليه، نظرة ضيقة قاصرة جدا، ما عندناش معلومات على الإطلاق، واخذ جانب واحد جانب واحد، مراكز الاحتجاز ضيقة، معتقل البحر الأبيض يموتون، انتم ما عارفين هذه، حتى الطالب ثالث ابتدائي يشوف فيه ويقرأ في هني، وأين هو الحل؟ أين السلوشن؟ أنت رجل غيرنا مواطن عادي ندوي على الموضوع، هناك موتى، هناك مراكز احتجاز، رقم واحد، رقم اثنين خذهم للفاتيكان، خط قطعة في الفاتيكان وجيبهم كأنك أنت يعني خايف عليهم. وبعدين الدول الأخرى اللي 24 ساعة مصدع روسهم طلعتنا مجرمين في قضية الهجرة غير الشرعية ولا لا؟ الدزلنا في صواريخ مدرعة واحدة ثمن مدرع يدير أحسن مركز احتجاز في ملاعب رياضية ونت وكذا وحمامات جنينة لعندي، شوفوا موضوعهم الأخوة هذا. وبعدين ما شوفوش في الإيجابيات اللي يدير فيها الليبيين بكوا للمهاجرين، وبعدين هذا غزو راهو قسما بالله غزو، مرحبتين بيهم لكن عن طريق السفارة وعلى طريق هذا وكشف الطبي وخلفية أمنية. الرجل في الفاتيكان يفكر يعني تفكير ضيق بكل، رؤية قاصرة، رؤية مبتورة غير متكاملة عن الصورة الحقيقية للهجرة. العالم كله مسؤول مش ليبيا، وليبيا يعني مسكين نحن شو نديروا فيه الهنية. تمام، مقال آخر، The Chimera of Elections in Libya، وهم الانتخابات في ليبيا، في مقال حقيقة يدعم ما ذكرته أو رأيي الشخصي العادي، قد أكون مخطئ قد أكون كذا، أن الانتخابات يعني وهم وسارد وهم في هذه الحالة، مش وهم هي، بالعكس مطلبنا كلنا نبوها حتى بكرة حتى كذا، لكن بالطرق الصحيحة السليمة وليس بالصفقات أو بالدين. المقال هذا عدد الكثير من الخطوات اللي بدأت من 2015 و2016، ومحاولات ستيفاني ومحاولات غسان ومحاولات كذا في الانتخابات إلى أن وصل إلى اليوم. حقيقة سرد جيد، السرد جيد، وأراء يعني لا بأس أن نشارك بها، لكن أخذنا الوقت، أشار إلي السيد المخرج الكريم، أخذنا السيد المخرج الكريم أن عندي دقيقة واحدة في محكمة في بلجيكا بتحكم على محمد علي محمد حسن بتاع الاستثمارات، هيئة الاستثمارات الليبية. تمام، نشرت هذه أفريكا انتليجنس. تمام، سوفرجينيتي فند باس حسن دانشس بابليك ريليشن كامبين اهد في بروسل، في محكمة بتصدر مذكرة اعتقال في رئيس الاستثمارات الليبي الثروة السيادية الليبية وصندوق الثروة السيادية علي محمود حسن، وهو يحاول الآن أن يدير بابليك ريليشن وكذا أن ينقذ نفسه، مفروض صدر القرار اليوم لكن ما جيتاش. هذا الكلام، هذا المقال هذا يوم 24 أمس، مفروض اليوم 25 بيصدر مذكرة اعتقال في هذا الرجل اللي هو مرة تانية علي محمود حسن رئيس صندوق الثروة السيادية الليبي، بسبب يورو كلير المصرف وتسرب أموال هنا وهناك، نعرج عليه ربما الحلقة القادمة. مرة تانية يفترض أن القرار القاضي صدر اليوم بالاعتقال. هناك أحب أن أختم بقضية سريعة جدا حقيقة. بعض الأخوة يضيقوا، هذه معلش يعني في خاطر نقولها، يضيقوا على الناس في التوبة، يضيقوا على الناس في الأمل، يضيقوا على الناس وخلوهم في يأس وخلوهم في إحباط وأنهم في النار. حديث قدسي بس أشارك به نفسي والمشاهد الكريم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم،
يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض، كل تركينة في الأرض بقراب يعني حاجة مأهولة خطايا، ثم بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، ثم لقيتني قال لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقراب مغفرة. يعني يا سبحان الله، إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك. أعطوا الأمل للناس، ما تخلوا الشباب تحبط والناس مساكين معرضين أن يعصي يتوبوا ويذنبوا ويردوا. خلوا الأمل، خلوا الأمل في الناس، هذا هو الدين، مش نار قتل، نار نار نهار أحرف ذنوب كذا، تمام. لهذا جاء الإسلام، لهذا سمي دين الرحمة ودين المغفرة. أشار إلي السيد المخرج الكريم مرة أخرى بانتهاء الوقت الحلقة، نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى حديثنا عن وطن ليبيا كما جاء في المنابر الإعلامية حتى ذلك الحين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.